يلا نشوف التقرير عن كرة القدم وسلاح محاربة الإرهاب، وبعدين نرجع نكمل أخبارنا ونقول لكم الناس يقال إيه للاعيبة نادي الزمالك بعد الخسارة النهاردة. يلا بينا. كرة القدم واحدة من أهم الأسلحة التي استخدمتها مصر لتستمر الحياة على أراضيها العطرة ومنذ عشرات السنين، وكانت وستظل كرة القدم مرآة للشعب المصري ورغبته الأصيلة في استمرار الحياة مهما كانت الظروف. وما شهدته مصر في الأمس القريب من حوادث خسيسة تمنت ولو للحظة من أن تنال من عزيمة المصريين وأن تتسبب في توقف الحياة، إلا أن تاريخ الكرة المصرية يشهد أنها لطالما كانت واحدة من أكثر ما يهون على المصريين أحزانهم. ولا يقتصر الأمر على السنوات الأخيرة التي تسارعنا فيها الأحداث، ولكنه بدا حتى منذ نكسة يونيو 67 والتي تبعها توقف النشاط الكروي في مصر لأربع مواسم كاملة، إلا أن الكرة عادت قبل حرب أكتوبر بشهور قليلة لتثبت للعالم أن مصر ما زالت حية، وأن الروح تدب في أوصال الجسد الذي كان يتهيأ فقط لانتفاضة تزيح العدو من أراضيه. ومرت السنوات الطويلة وعادت الأحداث السياسية لتلقي بظلالها على الكرة المصرية، إلا أنه وفي أعقاب ثورة 25 من يناير توقف النشاط الكروي لأسابيع قليلة قبل أن يعود مجددا، لتملأ الملاعب المصرية بأعلام مصر حتى وقعت أحداث بورسعيد المؤسفة والتي تسببت في توقف النشاط الكروي مجددا. تعد كرة القدم المصرية هي الميدان الأبرز الذي يجتمع فيه المصريون جميعا حاملين أعلام بلادهم دون النظر لأي فوارق دينية كانت أو اجتماعية، لتظل كرة القدم المصرية هي البوتقة التي يجتمع فيها نسيج الوطن الواحد. ولا ينسى أحد مظاهرات الفرح التي استعادتها الشوارع المصرية في الشهور الماضية عقب بلوغ نهائي الأمم الإفريقية الأخيرة. كرة القدم هي مرآة الشعوب، وهي الوحيدة القادرة على انتزاع البهجة من قلب الظلام الدامس، وهو ما يتجلى في المشاهد التي يراها العالم للملاعب العراقية مثلا وهي ممتلئة بالجماهير على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها العراق طوال السنوات الماضية. الدوري سيستمر ومصر ستعيش وستمارس كرة القدم دورها في أن تبث الحياة في أوصال المصريين، فهي أبدا لم تكن مجرد لعبة، ولا يمكن أبدا أن ينتصر الباطل على الحق، ولا يمكن أبدا للظلام أن يبدد النور.